بها. وأضرب لحضراتكم مثلا واقعيا على ما أقول، لأنني إن تحدثت عن همة السابقين وصدق السابقين وحرصهم على الطاعة والبعد عن المعصية، قد يستكثر كثير منا هذا ويقول: أنت تحدثنا عن زمن يختلف عن الزمن وعن واقع يختلف عن الواقع، حدثنا عن الصحابة وعن السلف، وأنت ترى أننا نعيش زمانا كثرت فيه الذنوب وتراكمت فيه العيوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب. ومع ذلك أقول: والله لو صدقت الله صدقت، والله لو لجأت إليه لوفقك وأعانك على الطاعة، بل وجعل لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. فاصدق الله جل وعلا يصدق سبحانه وتعالى. حدثني أخت فاضلة من أخواتنا في مصر، غاب زوجها لسبب ما ورزقت ببنت، وهي أسرة فقيرة لكنها غاية في الصلاح والعبادة والإيمان والطاعة. تقول لي: مرضت البنت وأنا لا أملك قيمة الدواء، لأنني قد بت أنا وأبي وابنتي بدون عشاء، ارتفعت درجة حرارة البنت جدا. تقول: كنت أصنع الآتي: أضع كمادات من الماء البارد على وجه ابنتي وعلى جسدها وأصلي ركعتين، فإذا أنهيت الركعتين غيرت كمادات المياه، وهكذا صلي ركعتين وتلجأ إلى الله وتغير كمادات المية على وجه وجسد ابنتها. تقول: والله يا شيخ محمد، الساعة 1:30 ليلا تقريبا سمعت الباب يطرق. تقول: فأسرع والدي ولبست حجابي بسرعة وأسرعت خلف والدي. مين اللي بيخبط على الباب دلوقتي؟ وإذ بالرجل يقول: الدكتور طبيب. تقول: فتحنا الباب وجدنا طبيبا يحمل حقيبته. السلام عليكم. عليكم السلام. فين البنت المريضة؟ اتفضل يا دكتور. فدخل كشف على البنت وكتب الدواء، بعدين خرج وقف أمام الباب دقيقة، مرت دقيقتان والست تستحي أن تغلق الباب والرجل واقف. فقال الطبيب للأخت: هيا يا أخت بسرعة. قالت: خير يا دكتور، حضرتك عاوز إيه؟ قال: عاوز الكشف، قيمة الكشف، أريد قيمة الكشف. قالت: والله أنا أسفة يا دكتور، والله ما معايا ولا جنيه واحد، ما معيش قيمة الكشف. قال: لا، أنت ما عندكيش حياء، ما معكيش قيمة الكشف، تتصل علي بالتليفون ساعة 1:30 وتصحيني من النوم ليه؟ قالت: أنا أسفة يا دكتور، والله ما اتصلت على حضرتك لأن أنا أصلا ما عنديش تليفون في البيت. قال: الله، هو ده مش بيت فلان؟ قالت له: لا، ده الباب اللي جنبنا. لا، ده الباب ده. فوقف قال: لا لا لا، هل تسمحون لي بالدخول مرة أخرى؟ تفضل. قال: احكوا لي إيه الموضوع. إذن والله ما أخرجني الله إلا لك وإلا لابنتك. فبكت وقصت عليه خبرها وأمرها، فبكى الطبيب وخرج فأحضر الدواء وأحضر العشاء وجعل لهذه السيدة الصالحة راتبا شهريا. تقول لي: والله يا شيخ، حينما عاد زوجي من هذه المحنة التي كان فيها، أخذت زوجي وذهبنا إلى هذا الرجل الصالح لنشكره، وقلنا: لا نحتاج بعد ذلك إلى الراتب، يسترنا الله عز وجل. تقول: والله ونحن أسرة فقيرة، فكانت تمضي بنا جل الأيام لا نجد الطعام ولا نجد العشاء. تقول: فكنت أداعب زوجي وأقول له: ما تشوف لك سفرية من إياهم عشان ربنا يرزقنا، فإن صدقت الله صدقك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصادقين.